بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول عرض موجز لكيفية عمل برزنتيشن باستخدام مايكروسوفت باوربوينت 2003. ندخل من قائمة Start All Programs مايكروسوفت أوفيس ثم مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2003. بدأ بيحمل، جاب الشاشة اللي قدامنا. طبعا ممكن من هنا نقول له create a new presentation او من قائمة file هنقول له new. فقال انت عايز blank presentation ولا من design template، يعني في عندنا نماذج موجودة قبل كده نختار منها. لا، احنا هنجيب blank presentation. فجاب لي presentation عرض مكون من صفحة واحدة بس او شريحة واحدة بس. الشريحة دي واضح ان احنا عندنا عدة مخططات للشرائح. ممكن يكون الشريحة بتاعتي عبارة عن عنوان رئيسي وعنوان فرعي، او عنوان رئيسي فوق، او عنوان رئيسي وكتابة تحتيها، او عنوان رئيسي وكتابتين في عمودين او فاضية، او يكون في عندي صور وفيديو. وممكن ننزل تحت نلاقي في اشكال كتيرة جدا، عايزين اربع صور وعنوان زي ما احنا عايزين. طبعا ممكن احنا من هنا بسهولة نختار blank presentation او blank slide علشان نبدأ ان احنا نصنع البرزنتيشن بتاعتنا زي ما احنا عايزين. يبقى احنا كده عندنا صفحة واحدة نقدر نكتب فيها. طب عايزين كمان صفحة تانية وتالتة ورابعة. بسهولة ممكن من قائمة insert new slide، فجاب لي صفحة جديدة. ممكن عن طريق F4 ان انا اكرر العمل السابق، يعني دوس دلوقتي F4 فانا بكرر العمل السابق اللي هو اخر عمل كنت عملته اللي هو من قائمة insert new slide. بس للأسف السلايدز اللي جابها لي كلها بالنظام الاول اللي هو التايتل والتكست. طب لو انا عايز اغيرهم ممكن اقف على واحد واحد وادوس على البلانك سلايد ويغيرهم، او يجوز ان انا اختار كله مع بعض واغيرهم مرة واحدة. ازاي نختارهم كله مع بعض؟ هنختار اول واحد وبعدين ندوس على زرار شيفت في الكيبورد ونختار اخر واحد، يوم يختار لي اللي بينهم كلهم واختار على بلانك. يبقى هو كده جاب لي صفحات فاضية كتيرة ابدأ اشكلها زي ما انا عايز. هبدأ اجي هنا في اول سلايد، وهنفترض ان احنا عايزين نعمل برزنتيشن عن التدريس باستخدام التكنولوجيا. المفروض ان احنا عشان نكتب ما ينفعش نكتب عادي داخل سلايد الا باستخدام التكست بوكس. فهنجيب التكست بوكس هنا وهنبدأ نكتب التدريس باستخدام لاحظ ان هو بيكتب انجليزي، يبقى هنرجع باك سبيس والت شيفت يمين عشان يحوله لعربي، والت شيفت شمال يحوله انجليزي، او ممكن من تحت خالص من ناحية اليمين نيجي هنا عربيك ونغير عربيك او انجليش زي ما احنا عايزين. دلوقتي هو جاب بالعربي، هنكتب التدريس باستخدام التكنولوجيا. نلاحظ ان احنا عندنا الكتابة دلوقتي صغيرة، فبسهولة ان احنا نبدأ نكبر الكتابة. نلاحظ ملحوظة، لو انا واقف جوه التكست زي ما قدامنا دلوقتي انا في كرسور جوه التكست بوكس، لو جيت اكبر دلوقتي اقول له مثلا 24 او 36 بيكبر الكلمة بس اللي انا واقف عليها. لكن انا لو عايز اكبر كل الكتابة اللي جوه التكست بوكس المفروض ما اكونش واقف جوه التكست بوكس، اكون واقف على التكست بوكس من بره. يعني لو ضغطنا هنا كده يبقى انا كده مختار التكست بوكس كله على بعضه. حتى هو هنا كتب لي 18 بلس، يعني الفونت هنا 18 وزيادة. لا، انا اروح جاي نازل من هنا مخلي 36 الاقي ان هو غير لي الفونت كله. ممكن انزل طبعا اخليه 44، يبقى احنا كده ايه كتبنا كتابة. ممكن اجي في السلايد التانية وابدأ اكتب برضه تكست بوكس، بس هلاحظ ملحوظة ان انا هبدأ اكتب التكست بوكس وبيكتب لي بفونت 18. طبعا هبدأ اقع في نفس المشكلة ان انا هكتب كتابة وتطلع صغيرة واكبرها، فانا هدوس سكيب عشان انهي اي امر، وهكبر الاول الفونت بتاعي قبل ما ابدأ اختار التكست بوكس. هخلي الفونت 36 وابدأ اختار التكست بوكس واكتب هنا مثلا تطور سبل التدريس. وارجع اجيب تكست بوكس تاني وقت. نلاحظ ملحوظة، في بعض الناس تروح عاملة كده
ده مش كويس. ليه؟ لان انا كده يعني لو جينا نكتب هنلاقي ان هو تقايد بالعرض اللي انا قايل له عليه وبدأ ينزل طولي. لا، انا همسح ده، هقف عليه وادوس ديليت، وهجيب التكست بوكس وهبدا اكتب كليكه واحده بس، واكتب التدريس مشافهة، ونجيب عنوان تاني التدريس بالكتابة. مفيش مانع نجي في السلايد اللي بعديها وابدأ اكتب تكست تاني التدريس باستخدام الوسائل المساعدة. وتكست بوكس التدريس باستخدام التكنولوجيا. انا كده كتبت الكتابات اللي عندي، بس واضح ان انا شغال ابيض واسود، ما ينفعش. انا عايز اخلي البرزنتيشن بتاعي كويس، فهرجع اختار التكست بوكس ده، وهاجي من هنا من عند حرف الاي او مكتوب عليه فونت كولر، هبدا اختار الفونت اللي انا عايزه. ولو الفونت اللي انا عايزه مش موجود هنا هبدا اختار مور كولرز، وادخل اختار الكولر اللي انا عايزه، وممكن اخش في الكاستم وابدا اختار اللون اللي انا محتاج له واقول له اوكي، راح مغير لي اللون بتاعي. ابدا اجي برضو هنا عايزين مثلا نخلي الشغل بتاعنا ازرق مثلا، فهاجي من هنا الاقي ان هو اضاف اللون الاحمر اللي انا ضفته من الكاستم كولرز. هبدا هنا اختار مثلا الكحلي وعايزه يبقى بولد وايتاليك واندرلاين مثلا. بلاش اندرلاين عشان ما يضايقش. واضح ان انا لو حبيت اعمل نفس الكلام هنا هبدا برضو اختار الفونت اخليه ازرق وبولد وايتاليك. واضح ان هي هتبقى عمليه ممله لو انا عندي 50-60 عنوان وعايز اخليهم كلهم زي بعض. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي. هنفترض ان طبعا ده عنوان فرعي، فهنخليه بلون تاني. بس يكون غامق شويه، ما يفضلش زي ما هناخد كمان شويه ان شاء الله ان احنا ما نستخدمش الوان تكون فاتحه على خلفيه فاتحه. دلوقتي انا اخترت اللون الاخضر وهعمله بولد وايطاليك. طب عايز العنوان كلها تبقى من هذا القبيل. في عندنا حاجه مهمه جدا في البينت براش اللي هي الفورمات بينتر، ان انا لو حبيت اخلي العنوان ده زي ده فبقف على العنوان الاولاني اللي هو السورس وادوس على البينتر، واجي ادوس هنا يخلي لي الفورمات بتاعت التكست بوكس ده زي التكست بوكس الفوقاني. بس المشكله هنا ان انا لو حبيت اخلي العنوان الثالث زي الباقيين هكرر العمليه دي مره ثانيه. هاجي هنا واختار على الفرشه اللي قدامنا وادوس على العنصر الجديد. ممكن احنا نعمل حاجه بسيطه جدا لو عملنا اندو دلوقتي عشان نلغي ده. في عندنا ان انا ممكن اشغل نسخ الفورمات او نسخ التنسيق عده مرات، ان انا هاجي على الفرشه اللي قدامنا دي وهضغط دبل كليك، فاجي هنا راح مغير لي دي ولسه الفرشه شغاله معايا. اجي هنا اختار اللي انا عايزه، وبعد ما اخلص خالص هدوس اسكيب. ودي بتبقى مفيده جدا ان انا بعد ما خلصت البرزنتيشن بتاعي اتضح لي ان العناوين كلها عايز اغير شكلها، فبسهوله جدا هغير واحد وعن طريق الفرشه دي وهبدا اغير بقيه العناصر. عايزين دلوقتي نبدا نغير في الخصائص بتاعتنا. عايزين نحط الصور، سهله جدا، من قائمه انسيرت بيكتشر ممكن اجيب من كليب ارت صور موجوده عنده، او فروم فايل اكون انا مجهز ملفات وعايز اضع منها صور. لو جينا بصينا معانا في عندنا مثلا جوه الماي بيكتشرز في السامبل بيكتشرز، دبل كليك عليها ممكن احشر اي صوره انا عايزها وليكن مثلا الصوره دي. الاحظ ان الصوره جت كبيره جدا فغطت على الكتابه اللي عندي. طبعا انا لو واقف في النص كده هلاقي ان شكل المؤشر بتاعي عباره عن كروس، وده يمكنني من نقل الصوره. لكن انا لو جيت في الكورنر ووقفت نلاحظ ان شكل المؤشر اتغير، وضغطت وهبدا اصغر 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 اصغر، يبقى انا كده جبت الصوره دي واحطها هنا. طبعا مش دي الصوره اللي احنا عايزينها، انا بس كنت بعمل مثال. تعالوا نجيب الصوره اللي احنا عايزينها كده. مثلا هنجيب من قائمه انسيرت بيكتشر فروم فايل، وليكن الصوره دي مثال على التعليم مشافهه.
واحطها هنا. وعايز اجيب صورة تانية على التدريس بالكتابة من قائمة برضو insert picture from file، وهبدأ اختار صورة تانية واحطها في مكان جديد. يبقى دلوقتي عندي صورتين موجودين عندي. هنبدأ نشوف ازاي نبدأ نراعي موضوع الاظهار والاخفاء. طبعا يفضل ان احنا نحفظ الشغل بتاعنا عشان ما يضيعش، وليكن اسمه presentation 2 او نخلي له اسم TWT مثلا، Alt Shift يمين TWT1 تدريس باستخدام التكنولوجيا. عايزين نشوف موضوع الاظهار والاخفاء. في ملحوظة مهمة عايز اوضحها علشان لو ظهرت معنا، لو واحد عن طريق الخطأ قفل السلايد لي اوت دي وعايز ظهرها تاني، بسهولة جدا من قائمة فورمات سلايد لي اوت تيجي له مرة تانية. يبقى السلايد لي اوت اللي هي شكل الشرائح اللي عندنا ممكن ان انا اتحكم فيها. عايزين دلوقتي نبدأ نتحكم في الاظهار والاخفاء، لان مش عايز طبعا انا لو عايز اعرض الكلام ده هدوس على رمز الكأس ده، راح هو جايب لي ادي شكل الشريحة بتاعتي، بس واضح ان انا مش عايز ظهرها مرة واحدة، انا عايز اظهر ايه بالتتابع. فبسهولة ندخل من قائمة سلايد شو كاستم انيميشن، وهنبدأ نختار واحد واحد ونقول له اد افكت اضافة تأثير. اد افكت عندنا في اربع افكت موجودين، في الانترانس الدخول بتاع العنصر، والاكزيت الخروج بتاعه، والامفاسايز التأكيد بتاعه ولفت الانتباه، والموشن باثس. فهنفترض ان احنا هنيجي على تطور سبل التعليم وهنقول له ان احنا عايزين الدخول بتاعها يكون فلاي ان. بس لاحظنا ان هو جه من تحت، لا احنا ممكن يجي من هنا نقول له فروم توب عشان تبقى المسافة قريبة. وممكن يجي طبعا الفلاي مش مفضل قوي، فهنيجي على التدريس مشافهة وهقول له الانترانس بتاعها عبارة عن بوكس. نلاحظ ان هو كتب لي هنا واحد وكتب لي هنا اتنين، معناه ان دخول هذا الاوبجكت او هذا العنصر هو السيناريو نمرة واحد وده السيناريو نمرة اتنين. بنفس الطريقة هبدأ ادخل الصورة بتاعتنا وادخل التدريس بالكتابة برضو، ونلاحظ ان هو كل واحد بيديله رقم جنبه بيعبر عن ترتيب السيناريو تشيك بورد مثلا. يبقى احنا كده عندنا ايه خمسة. لو جينا ضغطنا على رمز الكأس هنلاقي فيش حاجة ظاهرة، لو ضغطنا كليك نزل لينا تطور سبل التعليم، تدريس مشرفات ظهرت لما ضغطت كليك، وبعدين الصورة دي، وبعدين التدريس بالكتابة، وبعدين الصورة اللي بعدها. واضح ان انا طبعا هدوس سكيب عشان ارجع للشغل بتاعي العادي. واضح ان انا هنا عملت عرض تقدمي ان انا بظهر الحاجات ورا بعضها. مش ده بس السيناريو اللي موجود عندي، ده ممكن واحد يجي يقول انا عايز لما بعد التدريس بالكتابة ما تظهر، قبل الصورة دي ما تظهر، انا عايز الصورة دي تختفي علشان الناس ما تقعدش تبص على الصورة دي وما تاخدش بالها من الصورة دي. سهلة جدا، هاجي اختار الصورة دي واد افكت وهقول له اكزيت خروج. بقى خروج ايه؟ خروج عبارة عن مثلا تشيك بورد. تعالوا نشوف مع بعض كده، دي الصورة دي، ده ظهر 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 اختفى. نقول لا مش ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين ان النمرة 6 دي تطلع قبل نمرة 5. فهاجي هنا في هنا ده السيناريو بتاعي، هروح ضاغط هنا وظني ضاغط واطلع فوق سنة، فلاحظ ان دي بقت 5 ودي بقت 6. يعني انا ضغطت كليك شمال وطلعت لفوق سنة، فبدل لي السيناريو مكان بعضه وهبدأ اشوف، هلاقي ظهور 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 اخفاء ثم ظهور. واضح ان هو ده اللي انا كنت عايز اعمله. طبعا في حاجات تانية ببدأ ان انا اعملها، هنبدأ نشوفها مع بعض ان شاء الله.